صباح الخير. تقريبا خلصت اغراضي، خلصت اموري، شلت كل شيء. حاليا الساعه 7، اشوفكم الساعه حاليا 7:30. على ما قمت وضبطت اموري، اخذت لي شاور وصليت فطارت، الحين خلاص جاهز المشي. 7:30 جاهز المشي. المهم دومني جاهز المشي، يلا خلنا نشيل اغراضنا ونتوكل. وقبل ما اطلع عد هلا هلا، لو اوصيكم باللايك والاشتراك. اذا عندك سؤال في شيء تبي تعرفه شنو صار على الطريق، دق واسال وارسل يا بعدي ولا تشيل هام. يلا يلا تعال. نسيت بس انا اقول لكم مسافه امس 98. جالس امشي في الشارع في طريقي، الهواء جالس يضرب ضرب الدرب كله. وش اللي شفت؟ هالعصفور ها، شوفها مسكين متكي موسع السدر، مضروب، شكله مضروب من تريل العادي. اذا شفت شايف في الشارع عصفور طايح في الشارع، خلاص مر الهواء قوي، ما قدر يقاوم الهواء، جالس تريل ضختها وجلس بالارض. وعد هذا مسكين جالس في نص الشارع، احس انه يستنى سياره بس تدوسها وتنهي عليه. قدامنا برح عايش مسكين، خلني اطلعه اشيله برا على جنب، ممكن يتشوفه الله يشفيه ويقومه بالسلامة. هبويه مسكين. تحكي ليش سلفتك؟ المهم بشيله بنازله مسكين تحت، عسى بس ما يتعور. الموقع حق رحلين اللي بالجوال يقول لي يمدح لي هالمحل، باختصار حد يمدح المحل، يقول لي ان هالمكان مرتب وعز كريماته، لك عليه يعني، لك عليه يعني شغل عادل. وطاقف هنا بحط الرحال ان شاء الله في طريق حق سياكل، منه كله يروح المدينة الجاية. المدينة حاليا في المدينة اللي انا فيه كلها عواصف، فالجوال يقول لي لا تطلع على هالطريق، لكمل طريق من الجهة الثانية. فباكل لي عسكري مع السريع بعده بروح. Thank you. ما امشي السياكل لما يكون مرتب، خلاص يفتح النفس. وذي مو بس ما امشي للسياكل، حق اللي عنده سكيت بورد ولا عنده جواتي، ذي اللي فيهم كفرات السكيتنج تقريبا اسمهم، والماشي والجاري. الممشي باختصار له صار مرتب نظيف، حولك شجر وحواليك خلاص تفتح النفس. شوف طالع بعد العدة حقت تصليح السياكل ما شاء الله، ويمها منفاخ هاك ما شاء الله تبارك الله. هذا الهوز حقها، اذا عندك كل هالعدة وين ما تفتح النفس وتجي في هالاماكن الزينة في هالاماكن الطيبة، يا رب لك الحمد. ويا سلامي عليك، الشجر العادة شف يحميك من الهواء، من الهويات اللي جاي تراقع فيك، طريقي من ورا كله هواء. العادة سرعات ساعتي وانا بالطريق، الشارع العام اللي هناك ما توصل 9-8-10 بالكثير، لان الهواء خلاص جالس يرقع. صار لي ساعة وانا كل ما مرة اشوف سياكل. Hello! How are you guys doing? Good. بقى ساعة تقريبا ونوقف للصلاة، نصلي ان شاء الله في الاجواء الجميلة. Hello! How are you guys doing? Good. الطريق ذا باختصار طويل، حيل طويل. فاللي داخل فيه يعرف انه ماسك مسافة عادلة. وقفة وطلة سريعة على هالمكان الطيب. How are you doing? Good. How are you? Pretty good. What do you guys sell? We've got cookies, we've got chips, we've got candy, lots of different candy bars, and then the drinks. And drinks. You did one of those. How much is this one? That's $1. Thank you. Appreciate you. Got it there. Thank you so much. You bet. During the day in the morning it was hot, and then yesterday afternoon I think that's when it hit really hard. Yeah. I was like, what? I was just fine. Yeah, welcome to Iowa in December. Thank you, man. Hey guys. Hey. How are you doing? Good, you? Very good. Are you guys good? Yep, we're good. Thank you. You fixed it? Yep, just got those done. Bikes. Thank you. Thanks. See you guys later. Yeah, you too. Thanks. ما شاء الله عنده سبير وعنده عدته، اخترع انتقب على الكفر ونزل يضرب. في ناس واجد حاليا بحطلك اذا جالسين بس تمرين مسافات طويلة 100 كيلو 140 كيلو في سباق راح يبدأ بعد اسبوعين على ولاية ايوا، بياخذون عليه لفة كاملة
بيستمر السباق لمدة مو سباق يعني إيفنت عادي كذا جمعة وبيطلعون بياخذون لفة على ولاية أيوا. Hello, how are you? Hi, how are you? Very good, thank you. بوقف هنا بريح بنزل أصلي بعد بتوكل على الله. يلا نشوفكم على الطريق. وجبة على السريع بس كذا وانت ماشي جبن تقريبا تشيز على بطاطس او ربيان ما يندرى على شنو ذا بس وقفة كذا وقفة سريعة ان شاء الله بس نطقطق عليها كذا ونتوكل على الله. يا سلام لجوك شيء حار كذا الله الله بسم الله. لابدك تنزل لك واحد صغير كذا وتطقطق عليه ينزل على شيله ايش حلقته بس لا طلع عليه يسجنوني الحين. يا هلا والله هلا بالجري keep going guys. حصلت لي واحد من برنامج ورم شاور الاب هذا رهيب للاب. وصلت ورسلت له قلت له يا ذبان انا وصلت ترى المدينه شويات وانا عندك يمدي اجي ولا انتظر لين 5 و6؟ قال لي لا تعال الحين انا موجود في البيت حياك الله. شكلي كذا رجال طيب فالورم شاور العادي يساعدون حيل يساعدون ويحبون المساعدات فخلنا ندخل ننزل عنده ان شاء الله الليله ضيوف وبكره الصبح متوكل على الله. هلو هاو ار يو جايز دوينج؟ جود جود هاوز يور داي؟ جود. هلو سي يا. ام حسان. حسان هاو ار يو بيل؟ جود. ويش وير يو هيدن؟ يو نيويورك. She asked you and they give you the job. قبل ما ادخل وانسى روحي مسافة اليوم 467.5 طلعت اليوم الصبح وعليها 351. صباح الخير. اليوم 43 يوم وانا على الطريق من بديت. خلنا اروح اسلم على الشباب اسلم على الاهل اللي استضفوني امس يعني طبخوا لي عشاء. انا قايل لهم اني ماكل لا لحم ولا دجاج فسووا لي خضره كذا مرتبه يحبها قلبك والله. وحاليا توني فطرين مسوين لي ذاك الفطور من الصبح. امس بالذات امس قبل ما اجي كنت متخوف صراحه من الجي للشايب لان الرد في الرسائل كان ناشف حيل ناشف. خذني الوقت كله سواليف. وصلت الفراش اول ما انسدحت طفيت كلش طفيت على طول نمت وصحيت الصبح ما شفت لي رجال مجهز لي ذاك الكافي مجهز لي ذاك الفطور قلت اوف 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 الفطور السنع بيض على بنت باتر على هالعد ذي اللي يحبها قلبك ما شاء الله تبارك الله الله يعطيها الف عافيه صراحه شكرا ما قصر ونفس ما قلت لكم هذا من نفس البرنامج اللي اسمه ورم شاور متوجه على منطقه اسمها بروكلين. شوف الخريطة وين رايح ما شاء الله عليهم والله من الصبح العالم تجري واللي بتشوفهم بالسياكل. Good morning. How are you guys doing? Good. ما شاء الله عليهم. حاليا مستخدم جوجل ماب. Hello. Good morning. How are you guys doing? جاد ما شاء الله يا الله هلا بالطيور. جالس اقول عن الطيور جالس اقول حق بل الطيور اللي جالس اشوف شو السالفه شزين يا خوي قال لي ذلك كلهم مهدودين ممنوع صيدهم. شوف الصبحيه ايش حلاوتها شوف الناس هاك ولا كانه صبح طالعين رياضه اللي جايك بسيك الجروب اللي طلع لك ماشي من رجاري ابتسامة الصبح لحالها تفتح النفس ناس تسلم عليك ناس تضحك ناس تبتسم يعني ناس تسولف خلاص النفسية تتعدل المخ يمخمخ ازيد شلون ذي المخ يمخمخ ازيد. المهم ماشي لا تعلق على كل شيء طريق مسكر وانت بتخطر شل حل. هلا والله هلا بهالزين ايش حلوت هالنكبوت بس خوفك خوفك اني اقرز الحين. يا سلام تاوي امس منظف السيك الكرودي الشيخ اوف اوف لا عاد يا امي اوف يلا ما يخالف نشيل ونكمل. الطين اللي هنا قويه حدها قلبت السيك بس هذا داربيا كله طين شو اسوي بعد نجرب هالطريق وبعدها نشوف شو اللي الله كاتبه لي. يلا تعال طيب هذا الطريق اللي قال لي عنه بل
ان ذس كان سكه قطار. سكه الحديد كانت هنا قديما، ترابه والحصى اللي كان تحته. على كلامه في السبعينات او في الثمانينات كان هذا الطريق سكه قطار قديمه، بعدين شلوها وبدون ما بس يدفنون هالدرب ذي كله، يعني خلوه ممشى او خلوه طرق للسياكل. ففي ايوا صار كولتشر، يعني صار شيء معتاد انه سنويا، لو زي رجل اللي امس قال لي بعد اسبوعين راح يبدا سباق حول ايوا كامله يستمر 7 ايام. وجبه سريع وجبت السيكل في هالمحل الطيب، باخذ من كوفي، اخر شيء غيرت رايي واخذت من عصير مانجا وكيكه نطقطق عليها، ناكلها كذا بسرعه بسرعه بعدين نمسك الطريق. هاي فايف هاي فايف زي هاي فايف يا got you. Hey beautiful girl, give me a high five. Come on, come on, come on. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أتمنى كل هالطرق تصير كذا يا أخوك. بصراحة من جد ساعد سادر. Hello, how are you guys doing? Good. دامني وقفت، واحد من الأسئلة المتكررة اللي دائما أشوفها تجيني على سناب، كيف جسمك يرتاح بعد هالتعب هذا كله؟ كيف ترتاح؟ طبعا أنا زي ما قلت العادي يوميا أسوي يوغا الصباح، أخذ الكلاس يوغا علشان جسمي يتمدد، علشان ما تجيني إصابات، ما يجيني شد عضلي، ما يجيني تمزقات. وبالليل لازم أسوي تمديد قبل ما أنام، لازم أسوي تمديد وسترتش وعلى السريع كذا. لازم تحتاج ذي الشغلات كلها جسمك يحتاجها، أي رياضة غيرها حتى لو إنك ما تسوي رياضة يا شيخ تجي لك طاقة حلوة طاقة إيجابية، أما تقعد لي نفسية للنهار وإحنا نقصينك يا أخي، يكفي اللي عندنا. المهم إني جلست بس أوقف راحة مرة ثانية بس كذا أوسع السدر عليها، بين فترة فترة خلاص أوقف كذا أنفس على أي شيء. سواق على طول بشكل اليوم كله من الصبح لليل وأنا أسوق ذي ما أسويها ولا مرة سويته ولا راح أسويها، لأن ذي هلاك للجسم بالنسبة لي. أنا هلاك جالس أضغط الجسم بقوة وأنا ما أبي أضغطه صراحة، لأن إذا ضغطته في يوم واحد، إذا حطيت الضغط كله في يوم واحد لأيوم الجاي فاضية، لأيوم الجاي جد بنكد فيها. فالوقت الحالي بريح شوي، بشرب لي ماي، باكل لي شيء سريع، بعدها ننطلق. يلا نشوفكم على الطريق. طلعت من الطريق ذاك الحلو وكله طلعه، بعدين تجي نازل خفيف بعدين طلعه، نازل خفيف بعدين طلعه. الله لمتها. المهم قربنا شويات بس بعدين بنرسل هالكاميرا، خلاص للاسف جالسه تعلق، تخلص الشاحن بسرعه وتهنق تصويرها، ما ادري شلون صاير. فبرجعها ان شاء الله وناخذ واحده جديده، ننتظر كم يوم بس على ما تجينا الجديده، لان ذي انا طالبها مسوي ريبليسمنت لها. وصلت لمدينه نيوتن ايوا تقريبا. المهم بسلم الكاميرا الحين علشان يرسلها، بتطول حيل بتطول، بس ان شاء الله يسوون لها ريتيرن بسرعه على شيكاغو. اذا ما في فايده شو اسوي بعد؟ مكتوب.